احلى شيء لما بتعرف انه كلامك منه رايح لا بالهوى ولا بس على الهوى معلم بشي مطرح. الله معكن. واكيد انا بشوف هلا يعني العودة مش بس للذات اللي الذات اللي هي الله اللي هي من صنع الله كمان لها كتير علاقة والحب تمرين النفس على الحب. يا رب أعطنا من حنان قلبك يا رب كن رفيقنا في ساعة الوحدة وعزانا في ساعات نكران الجميل. My life your touch. الكتاب إذا بدك إجا بوقت كنت عم بسأل أسئلة كتير حول عملي الإذاعي قدي بعد رح أبقى قدي بعد رح أعطي شو بدي أعمل بعد بدي أعرف قدي كان وقعي عند الناس قدي هالنجاح اللي كان بالصورة من بالمضمون كان كمان نجاح فإجا كأنه بوقته كأنه السماوات بعتته إذا بدك ليكون تقدير معنوي من شباب وصبايا غيرت كلمة مجرى حياتهم. في حرقة في ناس اشتاقت للملقة ودولك الواحد ورقة بدموع عيونهم ممضي. في ناس بقلبها في حرقة وحرقة كبيرة في ناس بعد قادرة تصرخ وفي ناس راح صوتها من كتر ما كبتت جوا كل اللي عبالها تقوله منذ زمن هيك بس أنا ولا مرة بقبل أنه تكون الإذاعة بس جسر عبور للتلفزيون أنا بلاقي الإذاعة شيء قائم بحد ذاته ومهم وأساسي وأنا بعشقه وبحبه فمنه هو طريق عبور بروح بعمل تلفزيون برجع الإذاعة ما بعمل تلفزيون بدني بالاذاعه يعني ما عندي هالهوس اذا بدك انه بس انا بالاذاعه لحتى حدا ياخذني على التلفزيون ارتاح يعني انا ولا مره قدرت اكون هيك حتى بعز فوعتها هيدي الشغله ما بقدر اكون ما بشبه حالي ما بقدر اكون عم بحاول لاتعلم من الناس لحتى اكتشف الناس لحتى احبهم لحتى اعرف تفاصيلهم شيء كثير حلو انك تحاور بدي اقول لك شيء انك تنتقل من محل الى اخر مش هذا النجاح صح النجاح انك بمطرحك تضلك متوهج وتضلك عندك مطرحك كثير كبير وتتطور بهالمطرح انه وين بدي يكون يعني اذا تحولت من مقدمه برامج لحدا عنده بصمه بحياه الناس شو بدي احلى